تعمل الاستقبال الحقيقه طبعا هيرفع الانتظار وهيمنع في كل محيط قصر القبه طوال منطقه الاحتفال من عصر هذا اليوم وحتى انتهاء الاحتفال تماما. طبعا احنا موفرين طرق بديله لان احنا احتمال ان احنا نقطع الطريق في المنطقه دي، فاحنا بنقول ان هو اللي جاي من شارع السواح مش هيستكمل ويخش يمين على شارع المطريه اللي هو فيه مساكن الشركه السعوديه، هنخليه يستكمل في شارع القبه نفسه ثم الصعود لكوبري الطاهره وبعد كده مناطق مصر الجديده دون الدخول لمنطقه شارع المطريه. اللي بعد كده اللي عايز يبقى قبل كده ممكن من الشوارع اللي قبل كده على يمينه وهو جاي من شارع السواح. كذلك بالنسبه لكوبري القبه هيقطع حركه المرور من عصر ذلك اليوم بالنسبه للصعود لكوبري القبه من منطقه الفنجري، وكل اللي جاي طالما مش واصل منطقه الاحتفال في قصر القبه ومصرح له انه يحضر الاحتفال هنلزمه ان هو ياخد المسطح الارضي لشارع الفنجري ومنه الى شارع الخليفه المامون يمينا، ومن كده بعد كده يا اما رايح مصر الجديده او رايح العباسيه حسب وجهته. كل الكلام ده هيكون من المسطح الارضي، مش هيكون فيه صعود للكباري. كل الانتظار الموجود في المحاور المحيطه بمنطقه الاتحاديه خصوصا محور شارع السيد المرغني من اول احمد شارع احمد تيسير مع المرغني وحتى المرغني مع الخليفه المامون، ده شامل معاه كمان شارع الاهرام وشامل معاه شارع ابراهيم اللقاني وجزء من شارع بغداد. كل الانتظار اللي موجود في المنطقه دي هيرفع تماما اعتبارا من يوم السبت مساء. وكذلك احنا بنهيب برواد نادي هليوبلس في منطقه مصر الجديده وبمجلس اداره النادي ان هو يوفر بوابه بديله خلفيه للبوابه الرئيسيه اللي موجوده على شارع المرغني ويكون الدخول والخروج من الباب الخلفي للنادي، وكذلك انتظار السيارات في هذه المنطقه. برضو احنا بنقول للساده المواطنين ان احنا في اليومين دول هنحاول نتعب نفسنا في ان احنا نبحث عن اماكن من خلال الشوارع الجانبيه الموجوده او فرص الساحات اللي موجوده بعد كده في المناطق الخلفيه بعيد عن شارع المرغني ومحيط قصر الاتحاديه بالكامل. الناس اللي عندها امتحان بالنسبه لمنطقه المحكمه الدستوريه منطقه المعادي وحلوان عليهم ان هم ينزلوا بدري في اليوم ده ويروحوا الاماكن اماكن الامتحانات بتاعتهم متجنبين منطقه الكورنيش اللي فيها اللي هيكون فيها القطع من ما قبل المنطقه اللي منطقه المحكمه الدستوريه وما بعدها. لكن احنا موفرين طرق بديله، عندنا طريق بديل اللي هو طريق الاوتوستراد وعندنا طريق بديل اخر اللي هو محور مصر حلوان الزراعي. الحقيقه طبعا احنا هنقطع حركه المرور على كورنيش في المنطقه المقابله او المواجهه للمحكمه الدستوريه في الفتره الصباحيه اعتبارا من الساعه 8:30 صباحا عشان يكون اولادنا الطلبه دخلوا امتحاناتهم، ونبدا بعد كده هيكون بقدر الامكان الاغلاق محدود حتى انتهاء فترة الاحتفال، وبعد كده تعود حركة المرور لطبيعتها بالنسبة لمنطقة المحكمة الدستورية على الكورنيش.